أكد وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية ومنها انتخابات مجلس الشيوخ من أدوات قوة الدولة، مشيرا إلى أن اختيار الأقدر على خدمة الوطن أمانة وواجب وطني. وشدد جمعة على أنه لن يتم السماح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لأي شخص أو حزب، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما أكد أنه سيتم التعامل بحسم تجاه أي من المنتسبين إلى وزارة الأوقاف ممن يسمح بذلك أو يغض الطرف عنه في نطاق مسؤولياته المهنية والوظيفية.